بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نلتقي اليوم مع موضوع مهم جدا يمس كل واحد منا. 99% من الناس لا ينتبهون له، يغفلون عنه، يعيشون حياة طبيعية في غفلة عما يحدث من حولهم. هذا لقاء جديد في سلسلة خفايا عالم الجن، وكما قلنا عرش إبليس على الماء، كما أنبأ بذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام. يبعث سراياه ويجند جنوده ليضل الناس عن سبيل الله، ليصدوا عن سبيل الله، ليطغوا أكبر عدد من الناس. هذا وعد قطعه إبليس على نفسه أيها الأحبة. ولأضلنهم أجمعين ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا هناك فئة قليلة جدا من الناس هي من ينتبه لهذا الموضوع. هذه الفئة هي التي خلصها الله من هذا الإبليس اللعين. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة؟ ما معنى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه؟ إبليس ظن أنه سيغوي كثيرا من الناس، ظن أن النسبة العظمى من الناس ستستجيب له، والقلة القليلة التي يخلصها الله من هذا الشيطان هي فريق، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. مباراة كرة القدم، نأتي بمثال بسيط، يعني عدد الفريق كم؟ أو في أي لعبة 10، 20، 30، ولكن الجمهور بالآلاف. فدائما كلمة فريق هنا تدل على الفئة القليلة جدا، أقل القليل. لذلك أنا عندما قلت لكم بالفعل إن معظم الناس غافلون عن هذا الموضوع، وبخاصة المسلمون، كيف عرفنا ذلك؟ من خلال سلوكهم. يعني أنا عندما أرى الغش والكذب والظلم، وأرى الغفلة عن ذكر الله، وأرى من حولي الكثير يلهثون من أجل الدنيا، والله تعالى في كل القرآن ذكر كلمة الدنيا 115 مرة، كلها تحذير من الدنيا. كل الآيات التي وردت فيها الدنيا وردت بصيغة الذم والتحذير، وأنها زينة ومتاع وزخرف، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. اليوم أيها الأحبة أود أن أتحدث عن جنود إبليس. الحقيقة إبليس ليس هو شخص، إبليس هو معلومة، ليس شيء مادي ملموس يمكن أن تلمسه أو تتخاطب معه أو كذا، لا. مهمته أن يوسوس في صدور الناس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهذا المخلوق الخبيث أرسل كاختبار لنا، لأن بعض الناس يقول يعني لماذا خلق الله إبليس؟ هو اختبار، تماما مثل طالب يذهب لكلية الطب لإجراء اختبار، فيأتي المدرس
ليختبر قوة معلوماته في هذه المسألة، فيعطيه السؤال ويضع له 3 إجابات خاطئة وواحدة صحيحة ويقول له اختار. طيب، هل المدرس هنا ينوي إضلال هذا الطالب؟ لا، هو يختبر قوة معلوماته، عملية اختبار أيها الأحبة. لذلك الله عز وجل لم يعطنا 3 خيارات خاطئة وخيار صحيح ويتركنا لنبحث عنه، لا، الله أعطاك السؤال والجواب. يعني انظر معي من رحمة الله أخي الحبيب، تخيل أن طالبا في هذه الجامعة يذهب للامتحان فيقول له المدرس هذه إجابات خاطئة إياك أن تختارها، وهذه الإجابة الصحيحة، ويسهل لك طريق الاختيار. ثم يأتي هذا الطالب ويختار الإجابة الخاطئة. بالله عليكم، هل هناك إنسان عاقل يلوم المدرس؟ طبعا لا، الله عز وجل بيّن لنا السبيل الصحيح، الصراط المستقيم، الطريق المستقيم، وسهل لنا سلوك هذا الطريق مجانا. المساجد مفتوحة مجانا، بينما الكباريهات والملاهي الليلية بأموال، الصيام مجانا، الصلاة مجانا، بينما أي معصية مثل الفاحشة يجب أن تدفع حتى تحصل عليها. فالله عز وجل صعب أمامك المعصية ووضع لك عراقيل وصعوبات وحذرك منها، وسهل لك الطريق الصحيح الذي يقودك إلى الله، طريق الهداية، سهله أمامك ودلك عليه وقال لك هذا هو الطريق الصحيح. ثم نجد كثير من الناس يختار الطريق الخاطئ ويرمي بنفسه في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك هنا أيها الأحبة، لا أحد يلوم المدرس. يعني بعض المشككين يقول لماذا خلق الله المدرس؟ لماذا ضل الله الناس ثم يدخلهم جهنم؟ لا يا أخي، هذا الكلام غير صحيح. الله لا يضل أحدا، الله يضل الظالمين، يضل المجرمين. يعني أنت اليوم في كل قوانين العالم، أي دولة محترمة كيف تعامل المجرم؟ بالسجن. لا يمكن أن تترك له المجال أن يعبث بأمن الدولة وأمن المجتمع. وبالتالي كل قوانين الدنيا هكذا، لماذا لا تعترضون عليها؟ فقط تعترضون على قانون الله، أنه بيّن لنا الطريق وقال هذا طريق الله، وهذا الطريق سيؤدي بك إلى الجنة، وهذا طريق النار. ثم نجد أن الملحد يختار طريق النار، ورغم إلحاده وكفره ونكرانه لنعم الله عز وجل وإنكاره لآيات الله ومعجزاته، تبجح يقول الله ظلمني، لماذا خلق إبليس؟ لماذا أضلني الله سبحانه وتعالى؟ صحيح، الله يقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن مشيئة الله لها قوانين. لا، لا، ليس معنى يضل الله من يشاء أي أن الله يضل عشوائيا، لا، يضل الظالمين، المجرمين، الغافلين، العاصين. أما الإنسان ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الله يهدي من يبحث عن الهداية. وبالتالي لو نظرنا إلى العالم اليوم أيها الأحبة، نجد أن إبليس لا يعمل بمفرده،
بل هناك جنود معه من البشر. لذلك آخر آية في القرآن تقول من الجنة والناس، آخر آية يحذرك من الجن والناس. ليس كل الناس هنا المقصود بالآية، مقصود جنود إبليس، أي يا رب أنا أعوذ بك، ألتجئ وأحتمي بك من شر الجنة الذين هم إبليس والشياطين، والناس الذين هم جنود إبليس أعوذ بك من شرهم. طيب جنود إبليس أنت تراهم وتعرفهم ويحاربون ذكر الله، يحاولون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. لذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول، يحدثنا عن موقف خطير يوم القيامة مؤلم، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. إذن إبليس له جنود وسوف يتم قذفهم في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك أيها الأحبة، في هذا اللقاء أحببت أن أنبه كل إنسان أن عالم الجنة واسع، ربما تكون أعدادهم أكثر من أعداد البشر، ربما تجتمع مئات الشياطين، مئات من الشياطين على شخص واحد لإضلاله. العمل الذي يقوم به الشيطان أكبر مما تتصور. الشيطان يعمل ليلا نهارا على إضلال الناس، يغتنم أي فرصة ليفرق بينك وبين زوجتك، يغتنم أي فرصة ليشغلك عن ذكر الله، يغتنم أي فرصة ليزرع في داخلك الحقد وحب الانتقام على الآخر. لذلك أخي الحبيب ينبغي أن نحذر. طيب ماذا أفعل أنا كإنسان مؤمن أريد أن أتقي شر الشيطان وجنود هذا الشيطان من البشر؟ احرص على الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر الجنة والناس. اقرأ قل أعوذ برب الناس كل يوم، وبخاصة قبل النوم، هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه السورة إذا قرأتها 3 مرات أخي الكريم ستكون أشبه بجدار عازل تضعه بينك وبين إبليس وجنوده. عندما تقول قل أعوذ برب الناس، يعني قل يا محمد أخبرهم، أخبر المؤمنين الذين اقتنعوا أنك رسول من عند الله، قل فيها معاني عظيمة هذه الكلمة. عندما أسمع كلمة قل أتذكر النبي الكريم الذي بلغنا هذا الكلام صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب الناس، أنا ألتجئ وأطلب الحماية من رب الناس، أطلب الحفظ من رب الناس، أطلب أن يبعد عني كل شر. ملك الناس، إله الناس، هو الملك وهو الإله، من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الذي لا يرى، وهو الذي يوسوس من دون أن نراه. من شر الوسواس الخناس، خنس استتر وغاب واختفى، لذلك نحن لا نراه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا أيها الأحبة، أنا عندما طلبت
الحفظ والحماية من الله عز وجل رب الناس، أن يحفظني من شر هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة وهم إبليس والشياطين، والناس جنود إبليس، من شر كل إنسان، لأن إبليس يجند من البشر أيضا. يعني الحاسد، هذا الحاسد الذي يحسدك هو من جنود إبليس، الذي يتمنى لك الشر هذا عمل إبليس، هو من جنود إبليس. لذلك جنود إبليس عددهم كبير جدا، يعني لا تظن أنهم عدد قليل، قد يكون أقرب الناس إليك من جنود إبليس، يمكر بك ليضرك ويؤذيك ويتمنى زوال النعمة نهائيا ويتمنى لك الشر، هذا عمل إبليس الحسد. لذلك أيها الأحبة، هذه السورة احرص على قراءتها عدة مرات كل يوم، بعد الصلاة، بعد الصلوات، قبيل النوم، عند الاستيقاظ، عندما تخرج من بيتك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا ذكر من أنواع الذكر وهو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الذكر أخي الحبيب أمرك الله أن تكثر منه كثيرا، يعني حتى لو قرأت قل أعوذ برب الفلق مليار مرة ولا ذكر الله أكبر. اقرأ، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من شر إبليس وجنوده جميعا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.